السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام. قبل البداية المرجو منكم دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس، فكلما كان تفاعلكم مع الفيديوهات بالتعاليق والإعجابات إلا وزادت رغبتنا في إعطاء الكثير، لأننا ندرك أن تعبنا لا يذهب سدى وأن هناك من يستفيد من هذا المجهود. ولا أنسى تحية حب وتقدير لمتابعينا الأوفياء، شكرا لكم فأنتم السند الحقيقي لنا. لنبدأ على بركة الله. من بين المشاكل التي تواجه الأشخاص عند رفع أي كتاب هو الكلمات المفتاحية keyword، فهناك من يجد صعوبة في البحث عن هذه الكلمات المربحة وكذلك مكان وضعها. لذلك اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن تعريف الكلمات المفتاحية، طريقة إيجاد الكلمات المربحة، ثم أماكن وضع هذه الكلمات حسب الأهمية. فأولا، تعريف الكلمات المفتاحية أو المربحة هي الكلمات التي يبحث عليها المشترين بكثرة. فمثلا زبون يريد شراء كتاب تلوين لطفله، الزبون يكتب في البحث coloring books for kids، فهذه الكلمات تعتبر كلمات مفتاحية ويجب عليك وضعها في الكتاب الخاص بك حتى تظهر في محركات البحث الأولى. وهي نوعان، عبارة عن كلمات قصيرة كcoloring books kids، أو كلمات طويلة مركبة مثل coloring books books for kids coloring books for kids. فبداية أخي الكريم سوف نتحدث عن الطريقة المدفوعة. فهناك بعض الأدوات التي تساعدك على إيجاد النيتشات المربحة وكذلك الكيورد التي عليها إقبال كبير في أمازون، لكن المشكل هو أن هذه الأدوات لابد أن تدفع من أجل الحصول عليها. فمثلا سنتحدث عن Publisher Rocket، فهذه من أهم الأدوات التي يستعملها المحترفون، ولكن إن أردت الحصول على خدماتها فلابد أن تقوم بالاشتراك ودفع مبلغ $97، وهذا يعني يظهر لنا خصوصا الناس المبتدئين بأنه ثمن مرتفع جدا. ثم سنمر إلى الأداة الثانية وهي عبارة على extension اسمها keyword everywhere، وهذه الإكستنسيون كذلك بها مميزات رهيبة جدا، لكن المشكل أنها كذلك بالمال. ولكن أخي الكريم الآن سوف ننتقل إلى الطرق المجانية، والتي أعدكم إن أنتم استخدمتموها بطريقة جيدة فسوف تغنيكم عن هذه الأدوات. فأولا هذه الإكستنسيون ضروري أن تكون لديك أخي الكريم، ما عليك إلا الذهاب إلى جوجل ثم كتابة AMZ سوف تظهر لك هذه الإكستنسيون، ثم عليك تثبيتها على جوجل كروم، فأنا قمت بتثبيتها قبل هذا الفيديو. فنأتي هنا إخواني الكرام إلى أمازون، ثم نحدد هذه الخانة ونختار بوكس، ثم نختار أحد النيتشات مثلا كولورين بوكس for kids. فهذه الأداة التي قمنا بتحميلها من قبل تعطينا مجموعة من الكيورد التي يبحث عليها المشترين في أمازون، نقوم بنسخها مثلا كما تشاهدون هنا، نقوم بنسخ هذه الكيورد ثم نضعها هنا في دوكيمون أو مثلا في نوتبوك الخاصة بك، ثم نقوم بتحليل كل واحدة على حدة حتى تتبين لنا ما هي الكلمات الأكثر بحثا في أمازون. والطريقة سهلة جدا، فعند وضعك لهذه الكلمة تقوم بالبحث، فإن ظهرت لك بأن الكتب في الصفحة الأولى البسائر أقل من 5000 فما عليك إلا استخدام تلك الكيورد لأنها ناجحة. فأولا أخي الكريم هذه طريقة، ثم ننتقل إلى طريقة ثانية فهنا شاهد معي أخي الكريم هذه الكتب التي تستعمل هذه الكيورد فيها منافسة شديدة جدا، لذلك نذهب إلى هنا نختار آخر 30 يوم، فكلما كانت النتيجة قليلة والمنافسة قليلة إلا وكان الكيورد أحسن. فلاحظ معي أخي الكريم يعني أصبحت 30,000، لازلنا لم نصل إلى الرقم الذي نريده، إذن نأتي هنا ثم نختار paperback. لاحظ معي يعني لم تتغير النتيجة،
نأتي كذلك ثم نختار السنة من 3 سنوات إلى 5 مثلا، والآن سأريكم الطريقة إخواني الكرام. فنحن الآن سوف نختار عناوين الكتب الأولى التي تظهر لنا في البحث، فهذه الطريقة لم أجد أي أحد يتحدث عليها، لكن أنا كنت أشتغل بها في دروب شيبين، والآن وجدت بأنها طريقة فعالة كذلك في الكولورين بوكس أو في مجال الكي دي بي. لذلك إخواني، فعند ظهور هذه الكتب الأولى وتصدرها للنتائج، إلا وأنها تحتوي على كيورد مربح أو كيورد عليه إقبال كبير في أمازون. لذلك ماذا سنقوم بفعله الآن؟ سوف نأخذ مثلا هذا العنوان كامل، نقوم بنسخه ونذهب إلى نوت بوك خاص بك أو إلى فوندوك الخاص بك، نقوم بنسخه هنا، ثم نذهب إلى العنوان الثاني كذلك، ثم نقوم بنسخه، ونقوم بوضعه هنا. والكتاب الثالث كذلك، فهكذا نقوم بأخذ العناوين الخاصة بستة أو سبعة كتب الأولى، ثم نقوم بدراسة كل عنوان على حدة وتقسيم هذه العناوين إلى مجموعة من الكيورد. فمثلا نقوم أولا بإعادة ضبط هذه الكلمات مثلا هكذا، هكذا. فلاحظ معي أخي الكريم، هذا يستعمل كورونا فيروس في العنوان، لأن كورونا فيروس يعني يعتبر كلمة عليها بحث كبير الآن في أمازون والعالم كامل، لذلك فهي ترند. لكن أنا أجد بأنها قد تواجهني مشكل، خصوصا إذا كان حساب جديد، لذلك أنا لا أريدها. وهذه الكلمة كذلك لا أريدها. يعني هذه كلمة جيدة جدا، فسوف أحتفظ بها. فهذه الكلمة أخي الكريم يبحث عليها مجموعة من الناس حول العالم، فهي تعني بأنهم يريدون أشياء تسليهم في حجرهم الصحي. لذلك سوف نقوم باستعمال هذه الكلمة، نقوم بتلوينها، ثم نختار كلمات أخرى، مثلا هذه كذلك كلمة جيدة، هذه كذلك كلمة جيدة، مندلة لا نريدها لأننا لا نشغل مندلة، هذه الكلمة جيدة كذلك. فالآن تحصلت على 3 كلمات التي يمكن استعمالها إما في العنوان أو في مكان الكيورد. وهذه هي طريقتي في البحث عن الكيورد الناجح أو الكيورد الذي يلقى إقبالا كبيرا في أمازون. ما عليك إلا تطبقها أخي الكريم وسوف تجد نتائج مبهرة جدا. الآن السؤال المطروح، أين أضع هذه الكيورد؟ والآن أخي الكريم لاحظ معي جيدا، فأحسن كلمة اخترتها عليها بحث كبير ومربحة أختارها هنا في العنوان الأول هنا، ثم الكلمة التي تليها أو الكلمتين اللتان تليا هذه الكلمة أضعهما هنا، ثم أضع فاصلة بينهم إن كان
ليس هناك رابط بينهم، ثم أتمم العملية، أضع عدد القياس الكتاب ثم عدد الصفحات، يعني كل ما يخص هذا الكتاب حتى يظهر في العنوان قبل أن يدخل له المشتري. فكلما كانت المعطيات كاملة في العنوان إلا كان هناك يعني نسبة كبيرة لكي يشتري أو يدخل الزبون إلى الكتاب ويشتري. ثم نمر إلى المرحلة الثانية وهي الوصف. فهناك العديد من الأشخاص يقولون بأن الوصف يجب أن يتوفر على كيورد، كلمة مفتاحية، فأنا لا أقوم بهذا العمل. ووجدت بعض الأجانب يقومون بشرح نفس الطريقة ويقولون بأن الديسكريبسيون لا تعتمد عليه أمازون في البحث أو في جعل كتابك أولا في البحث. ثم هذا هو المكان الذي يهمنا كذلك، فهنا نقوم باختيار الكلمات الأخرى المتبقية، مثلا هذه الكلمة، ثم نضعه هنا. أنا اخترت كلمات قليلة حتى لا أطيل الفيديو، لأنني يعني أظهرت الفكرة، وعند ظهور الفكرة فما عليك إلا تطبيقها وأخذ عناوين كثيرة لتستلهم منهم المفاتيح الكثيرة أو الكيورد، مجموعة من الكيورد المربحة، ثم تضع الكلمات هنا كاملة. فما عليك أخي الكريم، ليس هناك مشكل أن تختار كلمات كبيرة على حسب ما يقول المحترفون، فإن الكلمات أو الكيورد يجب أن تكون طويلة. فالكلمات التي تعتمد مثلا على كلمة واحدة فهي لم تصبح تعطي أكلها، لذلك أختر دائما أخي الكريم كلمات على الأقل تتكون من كلمتين، يعني جملة تتكون من كلمتين على أقل تقدير. ثم قم بإملاء هذه الخانات وإن شاء الله سوف تجد نتائج مبهرة. ما عليك إلا تطبيق الطريقة التي أعطيتك وسوف تظهر لك نتائج مرضية جدا. فأخي الكريم أريدك أن تطبق هذه الطريقة ثم تخبرني في تعليق هذا الفيديو هل نجحت معك هذه الطريقة، وما هي الصعوبات التي وجدتها أو السهولة التي وجدتها في اتباعك لهذه الطريقة، وأي تساؤل إن شاء الله سأجيبكم عليه في التعليق أو في حسابي الشخصي على فيسبوك. لا تنسوا إخواني دعم القناة ودعمنا، لأن دعمكم هو الذي يجعلنا نعطي أكثر وأكثر ونستمر. ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الأصدقاء، ودائما دمتم في رعاية الله ووفقني وإياكم الله. شكرا على